السلام عليكم، انا اسمي زايد عمرو من مصر. بقى لي هنا في تركيا 4 سنين في جامعة يلدز تكنيك، بدرس كيمياء. انا جيت تركيا من 4 سنين، كنا بندور على فرصة احسن نكمل التعليم في الجامعات بالاخص، يعني كنا بنبص للنظرة ابعد شوية بحيث ان اخلص مدرسة والاقي مكان جاهز الجامعة وكده. فكرة تخصص الكيمياء، أنا كان جالي قسمين أخشهم، كان جالي هندسة طاقة في جامعة أنقرة وجالي كيمياء في يلدز تكنيك. قعدت أفكر فترة بس اخترت اسطنبول عامة بشكل أحسن عشان العيلة وكده في اسطنبول، وأنا حسيت إني هكون مرتاح هنا أكتر في اسطنبول بشكل عام. يعني فضلت كيمياء على هندسة طاقة عشان ليا أخويا الكبير في بيدرس، يعني خلص هندسة كيمياء، ففكرت ان ممكن ده يساعدني بشكل عام عامه في الشغل او في الدراسه او ايا كان. الكيمياء كنت متوقع الصراحه، يعني كنت متوقع قسم سهل شويه، مش سهل قوي، محتاج شغل كتير، محتاج دراسه كتير. موضوع القبول في جامعه يلدز تكنيك، طبعا يلدز تكنيك من اكبر الجامعات في تركيا، فالحوار القبول عليها مش سهل خالص، بيقدم الاف في السنه وكده، فمحتاج يكون معاك امتحانات اضافيه او حاجات كده زي السات او اليوت او الامتحانات دي. والتقديم كمان بتاعها بيبقى متاخر شويه عن الجامعات العاديه، فبيكون تحدد لك كذا فرصه ثانيه انك تقدم او كده، فبيكون صعب، يعني بيكون خلاص قبلت في حاجه ثانيه قبل كده، فبيكون صعب اختيارك تقرر دي او دي او كده. يلدز جامعة تستحق الصراحة انك تستنى او كده، ترتيبها عالي ومن اقوى الجامعات في تركيا بالذات في الهندسات والحاجات دي. حوار الكيمياء نفسه، قسم الكيمياء قسم كويس جدا، بيتيح لك بعد ما تخلص شغل انك تشتغل في كذا حاجة. بالنسبة لجامعة يلدز تكنيك، انا كنت داخل كنت توقعاتي يمكن اقل من كده شوية، عشان ما كانش معايا حد اعرفه او صديق ليا او كده. روحت هناك صراحة توقعاتي بقت أحسن، يعني فاجئت بالنتيجة أو كده. في هناك كمية طلبة كبير جدا من كل الجنسيات، من كل الحاجات، ثقافات مختلفة، عادات مختلفة، مفيش حد شبه حد خالص، يعني أنت أديان مختلفة، كل حاجة ممكن تتخيلها. بالنسبة لقسم الكيمياء، في زيادة عن الحاجات العادية حوار المعامل وكده، طبعا المعامل أهم حاجة في الكيمياء، اسبوعيا بتخش المعامل وكده مجهزه باحسن حاجات مقارنه بجامعات تانية رحت شفتها. يعني بالنسبه للسكن، انا ساكن مع عيلتي، بس الجامعه بتوفر عامه كل سنه منحه للسكن لحوالي 1000 طالب، سكن مجاني بالمصاريف بكل حاجه، بس انا عشان كنت ساكن مع عيلتي ف ما خدتش التجربه دي يعني او كده. بالنسبه لموضوع الشغل عامه بعد كده او الحياه عامه او كده، تركيا بلد بتتقدم بسرعه جدا وكده، يعني ففرص الشغل بتتاح اكتر كل ما السن بيزيد او كل ما الدنيا بتتطور اكتر، كل ما فرص الشغل بتتاح اكتر. خطوه ان انا اجي تركيا كانت بالنسبه لي ممكن في الاول ما كنتش متوقع انها كويسه قوي كده للدرجه دي، بس بعد فتره اكتساب لغه جديده، كل ده بيضيف ليك بعدين في ايا كان، في الشغل، في الحياه عامه، في التواصل مع الناس، اكتساب لغه جديده، تتعرف على جنسيات مختلفه من كل حته، تكتشف حاجات جديده عن نفسك، كل ده بيضيف لك عامه بعد كده. بالنسبه للاتراك عامه او للشعب التركي عامه، انا شايف ان هم ما بيختلفوش كتير قوي عن المصريين، عشريين بزياده، ممكن الناس تشوفها تطفل شويه، بس
وقت الحاجة أو كده بتلاقي اللي يحتاج أو يساعدك أو كده يعني. يعني أحيانا بيكون كويس حوار المساعدة من الناس عامة أو كده، مش شايفينك غريب أو ما بيعاملوش معاك كأنك شخص غريب أو شخص. حتى كمان بالنسبة لموضوع الدكاترة كمان، مش شرط الطلاب العادية أو الناس اللي قدك في سنك أو كده، بتلاقي منهم مساعدة، بيسألوا عليك دايما. حتى في حوار الكورونا اللي فات أو كده، كذا حد كان من الطلبة في البيت شك إنه عنده حاجة أو كده، تلاقي الدكتور بعت له إيميل بيطمن عليه، بيسأل عليه أخباره إيه، هو كويس، محتاج مساعدة، محتاج حد يعمل له أكل، محتاج كل الحاجات دي بتفرق يعني مع الواحد. بالنسبة للأكل في تركيا عامة، أكثر الأكلات اللي تعجبني المانتو، هو عبارة عن زي عجينة عادية وبيتلف جواها لحمة مفرومة، بتتكوى كده وبتتحط في صلصة وزبادي وكده، طعمها حلو جدا. بالنسبة للكباب برضو من الأكلات الحلوة جدا، أي نعم مختلفة شوية عن عندنا في مصر أو الوطن العربي عامة وكده، بس برضو ما زالت أكلة كويسة جدا يعني، من أحب الأكلات اللي بحبها. بالنسبة للمسلسلات في تركيا، كان في مسلسل سوز، مسلسل أحداث شيقة جدا ومن أحسن مسلسلات آخر سنتين هنا في تركيا، زائد إن هو بيعلمك اللغة لو أنت مش تعلم اللغة قوي، فشايف إن هو فرصة حلوة في أي مكان يعني اللي عايز يتفرج عليه. Başının bulunup yok edilmesi için şu anda görevde olmayan askerlerden özel bir tim kurulacak. Timin başına geçmesi için Üsteğmen Yavuz'u uygun görür müsünüz? Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? بشكل عام لو هلخص تجربتي في تركيا او كده، هي تجربة مفيدة في كل الأحوال، حاجات بتكتسبها وما كنتش تكتسبها ابدا لو انت في بلدك الام ايا كان انت منين يعني او كده. الحاجات دي ممكن تكتسبها لما ترجع بلدك في المستقبل او كده، بس الحاجات اللي تكتسبها هنا مش تكتسبها تاني. بشكل عام بشكل شخصي بتطور مهاراتك، بتعتمد على نفسك، بتكتسب لغات جديدة، بتقابل ثقافات جديدة، بتتغير يعني كلك. برضو على المستوى التعليمي او كده، مثلا ما كنتش اتخيل ان انا هدرس كيمياء او كده، ما كانش في دماغي خالص، بس لما بتسافر وتكبر وتشوف الدنيا حواليك عامله ازاي وكده، دماغك بتتغير او كده على حسب المجال اللي تختاره. برضو الجامعه بتوفر لنا ايراسموس، برنامج ايراسموس اللي هو بعد سنه ثانيه عامه تقدر تسافر بعد تقدر تسافر بره لمده ترمين تختارهم. برضو دي ممكن تكتسب لك خبرات جديدة أو حاجات جديدة بتتعلمها عامة، وتضيفها للحاجات اللي أنت أصلا بره في تركيا، فلما تسافر بره أكتر ممكن تضيف لك أكتر وأكتر. أحب أشكر تركي كامبس إن هم ادوا لي الفرصة إن أنا تجربتي ومشاعري للناس. يا رب الناس تكون استفادت من سواء من الكلام اللي قلته أو من المعلومات اللي حتى اللي أضفتها وكده. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشكركم والسلام عليكم.